تفضل عموزة. تسمعني حبيبي؟ أسمعك، أهلا بيك. سلام يا اخويا، شلون الصحة؟ سلام يسوع، أهلا بيك، منور منور. ربي يباركك يا حبيبي الغالي، ربي يحفظك. أشكرك. يعني ابتداء، ليش عجز المسلمين أن يدافعوا عن الإسلام؟ حقيقة هذا السؤال ما كان مطروح قبل عام 96. قبل عام 96 يعني كانت أجوبة المسلمين في الكتب كثيرة، ولم تسمع أصوات أسئلة المسيحيين آنذاك. لكن بعد أن ولد الحاج جوجل، بصراحة كشف الأوراق وكشف المستور، وخلانا نقدر نشتري أي كتاب من خلال كبسة زر ونبحث عن أي حقيقة يعني. فكنا احنا مهووسين يعني كمسلمين بصراحة، انه شلون النبي ياخذ معون التمر الجار اليهودي لما نتمرض وما شافه، وكنا متأثرين. طبعا اصلا هذا الحديث ما له صحة اطلاقا يعني، وكثير من الاحاديث الوهمية اللي كعلماء شيعة وسنة كمسلمين ان الحق ان نكذب على عامة الناس حتى لا نخرجهم من بيضة الاسلام. أي مسلم يحاول يفكر ويقفز من الحظيرة لازم نضربه على راسه، والرجعة أن يجلس تحت أقدامنا بصمت وبدون تفكير، لأن أبسط شيء يريد يفكر به إحنا نقول له أنت تفكر بالذات الإلهية معناته راح تكفر، وإذا كفرت راح ينهجم بيتك ومرتك تحرم عليك وأولادك يصيرون أولاد زنا وحرام. فحقيقة يعني خطية المسلم يعني المسكين بما فيهم الطبيب والمهندس والعامل العمالة وأبو المطعم السائق الأجرة، حقيقة ذول ناس كادحين يعني، يطلع من الصبح لليل يبحث عن رزق عائلته وأطفاله فما يلحق يقرأ. إضافة إلى نسبة الجهل بالأمة الإسلامية من أفغانستان إلى بنغلاديش إلى المغرب إلى العراق، نسبة الجهل والأمية كبيرة جدا أخويا. فخطية هسه ذول اللي يصعدون، يعني المشكلة هو لابس دشداشة حلوة وقاعد هسه ببيته، وحقيقة هو لربما إنسان وسيم وابن عائلة محترمة جدا، ومعتقد أنه هو ده يعبد الله الحقيقي ويتبع نبيه والأئمة وصحابته. خطية هو ولد وموروث، عنده موروث ديني وعاش عليه. يعني أي واحد متصل بما فيهم هذا الطفل خطية المسكين اللي احتلوا عقله وخلوه عبد من عباد الشيطان. فشوف المسلم ينولد يعبد الشيطان وما يدري بروحه، ولحد ما يموت هو يعبد الشيطان، لحد ما يموت خطية يلقنوه بالشهادتين وآيات من القرآن الشيطاني وهو ما يدري بنفسه هو يعبد الشيطان. ليش؟ لأن هو أصلا الإسلام نهى عن قراءة الإنجيل، منع الناس. هسه تحدى مسلم يقرأ الإنجيل، ما هي ممنوع، شرط لو تبحث عن عيوب في الإنجيل ولأجل أن تحارب المسيحيين لو ممنوع تقرأ، أنت تدخل بإثم عظيم يعني إذا قرأته من باب الاطلاع. ممنوع أنت كمسلم تقرأ، هاي أحكي لك على مذهب أهل السنة والجماعة يعني. فيا أخي عايش بقوقعة، عايش بمساحة من الظلام الكبير، لكن هو نوبات يسأل نفسه المسلم ليش هاي المأساة اللي عايش بيها؟ ليش هذا الظلام اللي عايش بيه والضياع والتهجير والتكفير والفقر والجهل والتخلف والحقد والكراهية والأنانية؟ ليش؟ نوبات يحاول يسأل نفسه، نوبات يحاول يجيب بعض الشعراء الشعبيين أو المهاويل بالمجالس العشائرية يتحدثون عن الكرم وعن اللطف وعن الإنسانية، لكن ما لها تطبيق بالواقع. ليش الشيعي الصدري يكره الشيعي السيستاني، والسيستاني يكره اللي ببدر، وبالعصائب يكره بالسراي، كذلك السني الوهابي يكره الصوفي ويكفره، والصوفي أيضا يكفر الشيعي السلفي، والأشعري والأباضي والأحمدي والإخواني. فشوف فرقهم هذا القرآن إلى مئات الفرق، وكل فرقة روح اسأل أي فرقة.
اي مذهب روح اساله راح يقول لك انا الفرقه الناجيه، اما غيري فالى جهنم وبئس المصير. فشوفهم فرحين مغرورين، لان احد اسماء الله في الاسلام الحسنى هو الغرور المتكبر. فشوف هاي الصفات مكتسبيها من الغرور المتكبر الماكر. شوف المسلم خطيه نبات يصعد لك يريد يسالك بطريقه شيطانيه، يريد يوقعك بفخ، يريد يضحك عليك، يريد يسخر منك، يريد يقشمرك. يعني ما يريد هو يناقش بعلميه، لا، هو يريد بس ان ينتقم منك. طبعا اذا هو قدر يوصل لك، اذا انت بالعراق لا هو استباح دمك، لكن انت بعيد فيحاول. يا اخي يروح يقرا يسمع بالجوجل طلعوا لي شبهات المسيحيه، راح تطلع على الشبهات مال الوهابيه والتكفيريه والسلفيه اللي ما انزل الله بها من سلطان. اخوان الانجيل واضح، رساله الخلاص واضحه يا احبتي. اما خاتم الانبياء فهي اكذوبه، اما في المسيحيه الانجيل والكتاب المقدس اوحانا قال لنا اي نبي ياتي من بعد المسيح فهو انسان كذاب، ووضح لنا بعده ايات من الكتاب المقدس من ثمارهم تعرفوهم. الرب يسوع المسيح يقول لا ياتي السارق الا ليسرق ويقتل. يا احبه ماكو نبي الله يبعثه يروح يسرق، هذا فيلم الرسالة أخو كليتنا شايفيه. أول ما بدأ النبي قام يسرق قوافل قريش، قوافل مدينته، أهل عشيرته، وقفلهم بالصحراء، قطع طريق يبوق بالقوافل، ظل خان 13 سنة ما حد آمن به غير 73 شخص. أحبتي إخواني المسلمين 13 سنة ما حد آمن به غير 13 سنة من اللقطاء والضعفاء والمتسولين، من ضمنهم عمر، وكلكم تعرفون عمر كان احد المقبولين في مكة، ولا عثمان الفاسد، ولا سلمان، ولا عمار، ولا انس بن مالك اللقيط، وغيره وغيره، ولا بلال العبد المسكين، كلهم امعات فقرة. شلون سويناهم اسياد على البشرية؟ من هو عمر؟ من هو انس بن مالك؟ اخوان من هو ابو هريرة؟ تعرفوه؟ عاش 3 سنين ويا النبي مالتكم ومات. مات محمد، أبو هريرة عايش بس 3 سنين ويا أحبتي. كتب 5500 حديث. من هي عائشة أخوان؟ خليتوها أم المؤمنين. من هي عائشة أحبتي؟ مو أنتم بنفسكم تتقلون بالسيرة كيف قضت ليلة مع صفوان بن المعطل؟ ليش يعني؟ ليش تخفون الحقيقة؟ فبالحقيقة كان يا أخي ما أريد أطيل عليك، كان المسلمين يدافعون بالسيف لكل صوت يرفع، يقطعون لسانه ورقبته بالسيف، خالد بن الوليد والحجاج وأبو بكر البغدادي، ووصولا إلى داعش. لكن الآن الأنترنت، الرب يسوع المسيح بارك عقول الخدام ووفر لنا هذا العلم لمعرفة الحق ومعرفة اسمه. فمن خلال جوجل يا أحبتي راجعوا وابحثوا، وانتم من تقرؤون القرآن شوفوا لماذا هذا القاتل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، لماذا المشركين نجس، لماذا يا أحبتي دي حرضهم على قتل الناس. شوفوا غزوات النبي 23 غزوة، المجموع هنا 83 أحبتي. شوفوا شلون راح قتل هاي خيبر وقتل غيرها وقتل هاي تبوك، شلون استباح أعراض الناس وجاب نساهم ووزعها على صحابته الإمعات. شوف شلون سرق اموالهم من تبوك، واخذ ابلهم واغنامهم وابقارهم واستحيا نساءهم. شلون هذا نبي يقتل ويسرق ويزني؟ كيف تدنى نفسه على طفله؟ انا اريد اسالكم كل من يباع على بنت اخته، بنت اخوه، بنته، اخته الصغيره عمرها 6 سنين ويخطبها رسول الامه، شلون ينام وياها؟ شلون؟ بس فهموني، تخيلوا لما يمارس مع النساء بغسل واحد 9 نسوان بهالشولة هاي بهالصحراء، لا تبريد ولا سبلت ولا مساحيق للغسول، كيف كانت رائحته؟ فيا احبتي فكروا ارجوكم، احنا
نصلي من أجلكم. طبعا أنا مسلم سابق عراقي مبين من لهجتي من بغداد. فأرجوكم مثل ما الرب يسوع المسيح لامس عقلي وفكري وجعلني أحمل صليبه وأتكلم بصوت عالي، أعلن عن مجد هذا الإله العظيم، إله المحبة والسلام، الذي أعطاني الفرح والسرور وخلصني من كل شيء، خلصني من العقد والهم والغم، وغسل قلبي بولادة جديدة معه، وملأت قلبي محبة لكم ولكل أعدائي من خلال المسيح. ملأ قلبي وفكري وغمرني بفرح شديد يا أحبة. كل واحد بيكم يلتجئ إلى الله، يغمض عينه ويقول له: يا الله اكشفني عن وجهك، راويني حقيقتك، منو أنت؟ هل أني أعبد الشيطان؟ وكثير أكو يا أخوان، كثير من الأدباء والحكماء والعقلاء، أبرزهم مثلا عملاق الأدب العربي طه حسين، يقول: كنت أعبد شيطانا يا أخوان. أني مش سامع بهذا الشعر، صدقوني أنا اكتشفت أنه أنا أعبد شيطان، أنا أعبد إله ماكر، إله خبيث، يقول: السن في السن والعين في العين. إله يأمرني أن أضرب زوجتي، يأمرني أن أبغض الناس، يأمرني أن أحارب الناس. ناهيكم عن الأحاديث اللي ربيت عليها بالمساجد السنية في بغداد. إذا لاقيتم دمي في طريق فاضطروه إلى أضيقه. علينا أن ننظر إليهم بنظرة استعلاء لكل مسيحي ببغداد، وتعرفون هذا الشيء، احنا نحب المسيحيين كلنا ببغداد صحيح، لكن صدقوني لو أتاحت الفرصة. شفتوا الشيعة والسنة سووا بالمسيحيين باليزيديين؟ أخذنا أملاكهم، بقنا سياراتهم، خطفنا أولادهم. هاي مدننا، مناطقنا ببغداد. حقيقة أرجوكم لحد ينكرها ولحد يقول لا. أما اللي يشوف كلامي هذا مو صحيح، فهو هذا الولد هو متربي ابن عائلة طيبة، أخلاق عائلته كلش عالية، فما حاولت تتوصل لها الأفكار المحمدية اللي مارسها أبو بكر وعمر وغيره 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 وغيره. كنا نتفاخر إيش قد علي قتل من الكفار. هم اليهود ما مو موضوع كفار، اليهود قالوا للنبي: أنزل علينا صاعقة من السماء، أو أنزل علينا حجارة من سجيل يا محمد حتى نؤمن بيك، يهود خيبر، أو أعطينا أسماء أهل الكهف وعددهم. ما قدر يجاوبهم، قالوا له: نسألك الروح، شنو الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من عند أمر ربي. وكذلك أصحاب الكهف قالهم: ستة لو سبعة لو تسعة، هم ما جاوبهم، فلهذا ما آمنوا بي، قالوا له: أنت كذاب. وأشهر صفة اكتسبها شخصية هذا النبي هو الكذاب، لكن النكاح هو الصفة الأعظم حقيقة، الهوس الجنسي اللي كان يمر بيه، اللي أحل نفسه 14 النساء مو بس 4، وخدعكم بالنساء والنكاح. طبعا احنا الرجال نرغب بالنساء، وكيف يجي نبي يقول لكم اني الله دزني وحلال عليكم؟ ناهيك عن المتعة والمسيار، واحنا ولد القرية وكل من يعرف اخيه ونعرف ازقة بغداد وحواريها ومدنها ومحافظاتها شبيه، كذلك مصر، كذلك السعودية. فطاكم طعم شهوة النساء، غسل عقولنا يا اخوان، صدقوني غسل عقولنا. اما السبي والغزوات ترى قبل هاي من جت الامم المتحده، من طبقت الانظمه المدنيه في العراق وسوريا ومصر وتونس والجزائر، يلا منعت سوق السبايا وسوق النخاسه بيع النساء، هاي بال 1900 منعت لحد 46 كانت تباع وتشترى النساء ترى في العراق ومصر والسعوديه، واستعباد الاطفال. كيفين احنا شايلين سيف يعني؟ ياه اللي يقول لنا لا انقص راسه، احنا اقوياء وشجعان، نعم صحيح ما يخالف، لكن مو هاي نفس قاعد تقتلها يا اخي. ارجوكم عودوا الى الله الحقيقي، اله النعمه واله الكرامه، اله المجد، اله العظمه. اما عدم فهمكم لتالوت، ممكن بكل سهوله ان تسالون الرب ان يفهمكم. انا كنت من اشد محاربين المسيحيين، وألعنهم كل يوم جمعة وأشتم بيهم: اللهم لعن اليهود والنصارى، هاي العبارة، زلزل الأرض تحت أقدامهم. لكن الرب يسوع صدقوني في لحظة لامس فكري وخلاني أقرأ وأبحث. والجميل بالأمر
الله يقول في الإنجيل، يقول ابحثوا عني بالمعرفة، اقرأ الكتب، فتش الكتب، مو أنت تروح تجيب لي ما قاله الطبري وما قاله ابن كثير وما قاله الزمخشري وما قاله ابن ماجه والألباني والفوزان والكافي والكليني. لا لا يا أحبي يا أحبة، لا أنت فكر، أنت ليش تجيب واحد ما نعرف منه أصلا؟ البخاري ما حد يعرف أصلا شنو، والصحاح الستة عدد السنة كلهم أسماء فارسية، أصلا ما كانوا يجيدون العربية. شلون تعلموا عربي؟ شلون كتب هالكم الأحاديث؟ إخوان، صناعات، دول سياسية مادية، ابتداء من بني أمية إلى بني العباس إلى العثمانيين. فأرجوكم يا أحبتي فكروا، خالد بن الوليد بالنسبة للسنة اللي تعظمه ترى قتل مئات الآلاف من العراقيين عندما احتل العراق، وهدم مئات الكنائس كانت في كربلاء والحلة بابل والنجف، واحد 118 كنيسة أخوتي. بغداد بها كنيسة عمرها 1950 سنة يا أخوتي، هدمها المسلمين. فأرجوكم فكروا بضمير إنساني فقط يعني. أما احنا نتفاخر بيسوع المسيح الآن، نتفاخر حقيقة لأنه إله السلام، إله المحبة، يأمرنا أن نحبكم. مجرد أن نكره واحد احنا خرجنا من رحمة يسوع المسيح، أبغضنا الله. فلهذا لازم نحسن للاعنينا ونبارك لاعنينا ونسامح اللي يسيئون إلنا ونبتسم بوجوههم حتى لو قتلونا ولعنونا وشتمونا وسبونا. ولهذا تجدون فرحين بما آتانا الله يسوع من مجد وعظمة وكرامة. عندما تمرون باللي أني مريت بيه كعابر للمسيح اللي كان عمري 40 سنة أني مسلم، راح تشعرون بهذا الفرح اللي أني أشعر به. وروحوا شوفوا كل عابر مسلم، مصري، تونسي، مغربي، صيني، هندي، شوفوا راح تلقوا نفس الفرح اللي عندي هو عنده. ليش؟ لأن غسل قلبنا أخوان، نور فكرنا، خلانا ما نحب الأشياء القبيحة اللي تأمر بالقتل. ربي يباركك أخوي ويهدي هاي الناس إلى نور المسيح. فأتمنى أن نصلي دائما من أجل أخوتنا المسلمين الأحباء، أتمنى أن يفكرون. ربي يباركك يا أخوي، أنا آمين أشكرك. عمي، أشكرك جزيلا عم وسام، ويعني شهادة حية، ربي يقويك. طبعا اللي ما يعرفون عم وسام، عم وسام إمام جامع، إمام جامع بالعراق، وطبعا أعتقد من كلامه مبين أنه هو إمام جامع، إنسان متعلم وواعظ للمسلمين سنين طويلة. ربي يقويك عم وسام ويحفظك ويحميك أنت آمين وأهلك من الشرير ويملك آمين. ربي الفرح يباركك، والسلام، وذبيت قنابل نووية كثيرة. يسوع يحفظك، ربي يباركك، ربي يباركك يا حبيبي، يسوع يحفظك، دير بالك على نفسك، يسوع آمين يحفظك. يا حبيبي، آمين. أنا بك العم وأنا بك، يسوع يحفظك، مع السلامة، مع السلامة. أتمنى إخواني المسلمين تفكرون بكلام عم وسام، أتمنى تفكرون بكلام عم وسام، إمام جامع، جوامع مو جامع، إمام جوامع. اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. صح أخ سلمان، صح، أول شيخ يطلع عندي شيخ عابر، صح. يقول اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يقول إن الله كان في المسيح مصالحا العالم مع نفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وقد ائتمننا على خدمة المصالحة. كان الله يعظ بنا عن طريقنا، نحن نقول لكم عوضا عن المسيح، تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله.